بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع والعشرون. احترم معلمك واشكره. احترم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. معلم مفعول به وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه وحرف عطف. أشكر فعل أمر معطوف على احترم، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والهاء ضمير متصل مفعول به. الكريم محبوب، والبخيل ممقوط. الكريم مبتدا محبوب خبر وحرف عطف. البخيل ممقوط معطوف على الكريم محبوب. هذا الكتاب رخيص وهذا غالي. هذا مبتدا كتاب نعت لهذا، رخيص خبر وحرف عطف. هذا مبتدا غالي خبر مرفوع، وعلامات رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتنوين. منع من ظهورها الثقل، أصله غالي، حذفت الضمة من الياء للثقل، فالتقى ساكنان وحذفت الياء وصار كغالي. هذا الرجل بخيل لا يحسن إلى الفقراء. هذا مبتدا الرجل نعت لهذا، بخيل خبر أول. لا نافية يحسن فعل مضارع خبر ثاني، أو تقول بخيل خبر يحسن فعل مضارع وفعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة في محل رفع نعت لبخيل. إلى الفقراء جار ومجرور متعلق بالفعل يحسن. التلميذ الكسلان لا يحبه أحد، لا معلمه ولا أبواه ولا أقاربه. والتلميذ المجتهد يحبه كل الناس. التلميذ مبتدأ، الكسلان نعت للتلميذ. لا نافية يحب فعل مضارع خبر، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وهو عائد على المبتدا. أحد فاعل يحب. لا حرف زائد. معلم بدل من أحد. معلم مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه وحرف عطف. لا حرف زائد. أبوا معطوف على معلمه مرفوع، وعلامات رفعه الألف لأنه مثنى وحذفت نونه للإضافة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه وحرف عطف. لا زائدة. أقاربه معطوف على أبواه وحرف عطف. التلميذ المجتهد يحبه كل الناس معطوف على التلميذ الكسلان لا يحبه أحد، لا معلمه ولا أبواه ولا أقاربه. التلميذ مبتدأ، المجتهد نعت. يحب فعل مضارع خبر، هو ضمير متصل مفعول به وهو عائد على المبتدا أي التلميذ. كل فاعل يحب وهو مضاف، الناس مضاف إليه. تشقند بلدة كبيرة. تشقند مبتدأ، بلدة خبر، كبيرة نعت لبلدة. المكة عاصمة الإسلام. المكة مبتدأ عاصمة خبر وهو مضاف، الإسلام مضاف إليه. ذهبنا بالأمس في الساعة الثالثة بعد الظهر إلى المحطة، فركب أبونا القطار ورجعنا نحن إلى البيت. ذهبنا فعل ماض نا فاعل، بالأمس جار ومجرور متعلق بالفعل ذهبنا، في الساعة جار ومجرور متعلق بذهبنا. الثالثة نعت للساعة، بعد ظرف زمان وهو مضاف، الظهر مضاف إليه وشبه جملة متعلق بالفعل ذهبنا. إلى المحطة جار ومجرور متعلق بالفعل ذهبنا. فحرف عطف. ركب فعل ماض أبونا فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة أو من الأسماء الخمسة وهو مضاف، نا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. القطار مفعول به بركبة، وحرف عطف. رجعنا فعل ماض نا فاعل، نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع توكيد لفظي للضمير المتصل في رجعنا. إلى البيت جار ومجرور متعلق بالفعل رجعنا. قريتنا كبيرة،
قرية مبتدأ وهو مضاف نا مضاف إليه كبيرة خبر قريتكم صغيرة قرية مبتدأ وهو مضاف كم مضاف إليه صغيرة خبر اشتغل بدرسك فقط اشتغل فعل وفاعل بدرس جار ومجرور متعلق بالفعل اشتغل درس مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه ف حرف زائد لتزيين اللفظ قد وهي اسم فعل أمر بمعنى انتهي هذا الكتاب غال يساوي 50 مليما هذا مبتدأ الكتاب نعت غال خبر أول يساوي فعل مضارع خبر ثاني أو يساوي جملة فعلية في محل رفع نعت لغال وفعله ضمير مستتر تقديره هو 50 تمييز وهو عدد مليما معدود تمييز هذا جائع وهذا عطشان هذا اسم إشارة مبتدأ جائع خبر أصله جائع حينما تقع الواو والياء بعد ألف زائد فأبدل الحمزة وحرف عطف هذا اسم إشارة مبتدأ عطشان خبر التلميذ المؤدب يحترم معلمه ويشكره دائما التلميذ مبتدأ المؤدب نعت يحترم فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو يعود على المبتدأ معلم مفعول به منصوب وهو مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه وحرف عطف يشكر فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والهاء ضمير متصل مفعول به دائما ظرف زمان بالفعل يشكر ذلك الرجل كريم ذلك اسم إشارة للبعيد مبتدأ الرجل نعت لذلك كريم خبر هؤلاء أقاربي هؤلاء اسم إشارة مبتدأ أقاربي خبر وهو مضاف والياء ضمير المتكلم مضاف إليه تلميذي يشكرني كثيرا تلميذي مبتدأ وهو مضاف والياء ضمير المتكلم مضاف إليه يشكر فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ والنون نون الوقاية يقي الفعل من الكسرة والياء ضمير المتكلم في محل النصب مفعول به كثيرا نائب مفعول مطلق التقدير تلميذي يشكرني شكرا كثيرا نذهب غدا صباحا إلى الغابة ونبقى فيه إلى المساء ثم نرجع إلى البيت نذهب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن غدا ظرف زمان صباحا ظرف زمان أيضا بالفعل نذهب إلى الغابة جار ومجرور متعلق بالفعل نذهب وحرف عطف نبقى معطوف على نذهب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن فيه جار ومجرور متعلق بالفعل نبقى إلى المساء جار ومجرور متعلق بالفعل نبقى ثم حرف عطف نرجع فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن إلى البيت جار ومجرور متعلق بالفعل نرجع والله أعلم بالصواب.